يبقى مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي من أقوى المشاريع التي تم تنفيذها، إذ تقوم فكرة المشروع على التكامل بين الدول والحماية التامة من أي انقطاع للطاقة الكهربائية. بالفعل عزيزة، وهذا يؤكد تكامل الدول الشقيقة فيما بينها وتجاوز الحواجز والمعوقات في طريق التعاون الذي يمهد إلى الاتحاد. في التقرير التالي تستعرض الزميلة أمان الخليفات أهمية الربط الكهربائي بين دول الخليج العربية. في عام 1997 قررت دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس من خلال تملك وإدارة المشروع عن طريق هيئة مستقلة تدار على أسس تجارية، ويبلغ رأس مال هيئة الربط الكهربائي الخليجي 1,407,000,000 دولار مقسم على الدول الأعضاء بنسب متفاوتة. وتم تدشين المشروع عام 2009 حيث بدأ التشغيل الفعلي عبر ربط 4 دول أعضاء كهربائيا هي الكويت والبحرين والسعودية وقطر فيما يعرف باسم دائرة الربط الشمالية. والمرحلة الثانية تمثلت بربط الإمارات وسلطنة عمان بما يعرف باسم دائرة الربط الجنوبية، واكتمل الربط عبر المرحلة الثالثة والتي تتمثل بربط الدائرتين الشمالية والجنوبية معا. وتكمن أهمية الربط الكهربائي بين دول المجلس بتوفير أكثر من 3 مليارات دولار من تكاليف التشغيل حتى عام 2028. ومن بين الفوائد التي يحققها المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى تقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.